بالشكر لكل ابناء حلوان، وبخص بالشكر ابناء حلوان اسمحوا لي، لان هم اهلي وعيلتي الكبيره، وبتشرف ان انا ابن من ابناء حلوان. وبخص بالشكر ساده محامين حلوان، زمايلي واخواتي اللي دعموني دعم كبير جدا في المبادره دي. بحمد ربنا ان انا احد مؤسسي المبادره دي، وبقول للناس اخواتنا واهالينا شباب وشيوخ ونساء واطفال، مفيش اقصاء لحد في المبادره دي. تعالوا احنا مدين ايدينا وفاتحين صدرنا لكل خير، احنا هنفضل نعمل ده ان شاء الله رب العالمين. هنساعد الدوله، هنخفف العبء عن الدوله. بلاش نقول الحكومه عملت ايه، الدوله عملت ايه، النائب عمل ايه. احنا مع النواب، ابدأ بنفسك، احنا مع النواب، احنا مع اهالينا، احنا مش ضد حد، احنا هنساعد بعض عشان تبقى مدينتنا مدينه جميله، حنانه تفضل جميله باهلها بعائلاتها بناسها، وتحيا مصر، ومع بعض الله نحو الافضل. مع بعض نحو الافضل. محمد مجدي وجدي، انا بوجه رساله لاهالينا فعلا في حلوان، لان احنا موجودين فعلا في الشارع، احنا موجودين على مستوى حلوان ككل، مش هيترك حلوان بس، احنا عملنا مبادرتنا ديت في منطقه في حلوان. احنا نتمنى منكم مشاركتكم، نتمنى من كل الاهالي، من كل الشيوخ، من كل القبائل، من كل عائلات حلوان، نتمنى المشاركه. احنا فعلا محتاجين الدعم. هنرتقي بمدينتنا مع بعضينا وايدينا في ايدين بعض، تحت رعايه الدوله وتحت رعايه الاجهزه الاداريه، تمام؟ كلنا هنقدر نجتاز الجائحه ديت، وان شاء الله هنعدي الازمه. ان شاء الله هنعدي الازمه، هنعدي الازمه بيكو، هنعدي الازمه بينا. دايما مصر وناسها، مصر بناسها، جنودها حراسها، شعب وشرطه والجيش الابيض رافعين تاج الصحه على راسها. ازمه عدت باذن الله. انا يعني اتمنى الحلقه الجايه اقول لكم مفيش ولا حالات كورونا في مصر. اتمنى الحلقه الجايه اقول لكم الحمد لله على السلامه يا مصريين، عبرنا الازمه ان شاء الله باذن الله. تفاءلوا بالخير تجدوه، حبوا بيتكم، حبوا اسرتكم، استغلوا وقت الحظر في حاجات مفيده وحاجات كويسه. كل واحد فينا النهارده عارف قيمه زوجته، وعارف قيمه البيت، وعارف كمان قيمه الشغل، وعارف كمان قيمه الشارع وقيمه الخروج. بشكر جدا استاذ محمد مجدي، اهلا بحضرتك، شرفتني ونورتني. بشكر المستشار شكر كل مصطفى شكر لحضرتك. اسماعيل، شكر كل شكر لحضرتك. بشكر طبعا المحامي الشاب الجميل محمد وجدي. شكرا لحضراتكم، اشوفكم تاني الاسبوع الجاي يوم السبت الساعه 1، ومصر وناسها. تحياتي ايمان التلاوي.